أهلا بكم في السلطة الرابعة والذي نتناول فيه دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية. إلى العناوين. موقع مأرب بريس يتساءل من يقف وراء استهداف مصافي عدن، ميليشيا الانقلاب أم فساد في النفط؟ صحيفة الشرق الأوسط عنونت اتهام الحوثيين بمحاولة اغتيال الوفد الحكومي، وفي صحيفة البيان التي كتبت الحوثي يكرر ألاعيبه. مرحبا بكم، والبداية من موقع يمن مونيتور الذي سلط الضوء على استمرار الحوثيين بوضع العقبات أمام استمرار الهدنة الهشة في الحديدة. ذكر كذلك الموقع أن الهدنة الوليدة في مدينة الحديدة تعرضت لضربة جديدة هذا الأسبوع، حيث قاطع الحوثيون اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات، ما يهدد بقاء تلك الهدنة الهشة بالفعل. قال كذلك مسؤول حكومي مطلع على الاجتماعات ليمن مونيتور، قال إن ممثلي جماعة الحوثي توقفوا عن حضور اجتماعات اللجنة التي يترأسها باتريك كاميرت، حيث كانت الاجتماعات مقررة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. جاءت هذه التوترات في الحديدة بعد أيام من هجوم حوثي بطائرة انتحارية من دون طيار على عرض عسكري حكومي في لحج الجنوبية، وأسفر ذلك عن مقتل عدة أشخاص. توفي على إثر هذه الحادثة أيضا مسؤول استخبارات كبير، وقد أصيب في ذلك الهجوم متأثرا بجراحه يوم الأحد. ذكر موقع الصحوة نت أنه منذ الانتهاء من مشاورات السويد وميليشيا الحوثية المسلحة تعمل على وضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ مخرجات مشاورات ستوكهولم، وما من يوم يمر إلا وهي تقوم بافتعال مشكلة أكبر من التي كانت قبلها. كذلك قال الموقع أن الحسم العسكري هو الرد الأمثل على تصعيد الحوثيين. الشيخ أحمد صالح العيسي كذلك نائب مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية كتب في تغريدة في صفحته على شبكة التواصل مناقب رئيس الاستخبارات العسكرية الشهيد اللواء محمد صالح طماح، وأكد الشيخ العيسي على ضرورة وحتمية الانتصار والخلاص الناجز والسريع للوطن وللشعب أيضا من ميليشيا الانقلاب التي لا تؤمن بالحوار. من جهته أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد محمد عايضة شبيبة على ضرورة الحسم العسكري، مؤكدا في ذلك بأن ميليشيا الحوثي لا تعترف بلغة الحوار، وأن اللغة الوحيدة التي تعرفها هي لغة السلاح. حقوقي بدوره محمد الأحمدي قال للصحوة نت إن هجمات وتصعيد ميليشيا الحوثية الانقلابية تكشف مدى استهتارها مرة أخرى بجهود أيضا المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن وعزوفها عن أي حل سياسي يضع حدا لهذه الحرب ومآسيها الكارثية. قال موقع مأرب بريس أن مراقبون سياسيون قللوا من فرضية أن تكون ميليشيا الحوثية الانقلابية تقف وراء التفجير الذي استهدف أحد خزانات الوقود بشركة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أنهم لم يستبعدوا ذلك في الوقت ذاته. وفقا للموقع أيضا، فقد رجح المراقبون بأن يكون صراع قوي فاسد وراء هذا العمل الإجرامي لتغطية فساد كبير تشهده المصافي، خاصة فيما يتعلق بمنحة المشتقات النفطية السعودية الشهيرة التي تسلمتها شركة النفط ومصافي عدن والمخصصة لتغطية احتياجات العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة من المشتقات النفطية الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء. أوضح كذلك المراقبون بأن حريق أحد خزانات المصافي وبداخله كميات من الوقود، وأيضا ترك النيران تصل لخزان آخر فيه كمية كبيرة من الوقود أيضا في اليوم التالي، رغم الإعلان كذلك من قبل المصافي عن السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاع النيران، يؤكد فرضية تورط مسؤولين فاسدين بهذه الحادثة التي ستخلق بالضرورة خلال الأيام القادمة أزمة كبيرة في عدن، متصلة بقلة أو انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية.
شهدت غالبية المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت إضرابا شاملا عن التدريس لليوم الثاني على التوالي بعد يوم واحد من دعوة الحوثي لبدء الفصل الدراسي الثاني وعقب فرض المعلمين والتربويين التدريس حتى صرف رواتبهم. كذلك وفقا لشهود عيان للعاصمة أونلاين فإن المدارس في العاصمة صنعاء مغلقة خلال اليومين الماضيين من الفصل الدراسي الثاني. صفية سعد معلمة في إحدى مدارس العاصمة صنعاء أوضحت للعاصمة أونلاين بأن دعوات الإضراب هذه تنادي بعدم الحضور أصلاً للمدارس في زمن حكم ميليشيا الحوثي التي تعاقب المعلمين والتربويين وتستغل المدارس باستقطاب الطلاب والزج بهم في جبهات القتال. قالت صحيفة الشرق الأوسط بأن الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بمحاولة اغتيال وفدها المشارك في اجتماعات لجنة إعادة الانتشار الناجمة عن اتفاقية الحديدة. قال كذلك وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن قوات الجيش بدعم من تحالف دعم الشرعية أحبطت عملية حوثية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي عبر طائرة مسيرة مصنعة في إيران. في هذه الأثناء تحديداً صعد الحوثيون من لهجتهم الحكم الهجومية ضد الأمم المتحدة واختاروا هذه المرة الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة. غرد المتحدث باسم الحوثيين رئيس وفدهم المفاوض محمد عبد السلام غرد متهماً الجنرال الهولندي بالضعف وقال يبدو بأن المهمة أكبر من قدراته. علق كذلك وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على سلوك الحوثيين تجاه الأمم المتحدة وممثليها بالقول لا يستطيعون كحركة قائمة على العنف والاستحواذ أن ينفذوا أي اتفاق سبق وأن التزموا بتنفيذه أو سبق وأنهم لم يلتزموا بتنفيذه. إلى ذلك أبدأ السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قلق بلاده من عدم إحراز أي تقدم على الأرض في تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي وقعته الأطراف اليمنية الشهر الماضي في السويد. وفي ذات السياق نقرأ في افتتاحية صحيفة اليوم السعودية الحوثيون ينسفون اتفاق السويد. قالت الصحيفة إن الهجوم العنيف على رئيس لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق السويد يدل دلالة واضحة على رغبة تلك الفئة الضالة في الإجهاز على ما اتفق عليه في العاصمة أو ما اتفق عليه في العاصمة السويدية. تشير الصحيفة أيضا في افتتاحيتها على أن الاتهام من قبل المتحدث باسم جماعة الميليشيا الحوثية كان واضحا من خلال عدم وقف إطلاق النار وطرح العراقيل العديدة التي تتذرع بها في عدم انسحابها من مدينة الحديدة ومينائها وممارستها بمختلف الأسلحة الاعتداء على المدنيين في تلك المدينة. بيانت الصحيفة أيضا أنه ولا شك في أن الانقلابيين من خلال تلك الادعاءات والتصرفات والمعارضات لجهود الأمم المتحدة إنما يستهدفون أساساً إلى تبرئة ساحتهم أمام الموظفين الذين أقدموا على قطع رواتبهم منذ 28 شهر ومن ثم تحويل العائدات المالية الضخمة التي يسرقونها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجار أو تجارة الوقود لدعم المجهود الحربي والإنفاق أو الإنفاق على عناصرهم وقادتهم. من جانب آخر نشرت صحيفة البيان في افتتاحياتها مقالا أشارت فيه إلى أنه من الواضح أن ميليشيا الحوثية الإنقلابية الإيرانية لا تريد السلام في اليمن لأنه سيتطلب من الشرعية التي لا مكان لها فيه أو سيتطلب الشرعية تحديدا التي لا مكان لها فيه ولهذا نرى عدم الالتزام الواضح للميليشيا الحوثية بتنفيذ بنود اتفاق السويد. كذلك أشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعكس بوضوح الهجوم الغادر بطائرة من دون طيار على عرض عسكري في قاعدة للجيش الوطني في لحج. بيّنت الصحيفة في افتتاح
تحياته أن المراقبون الدوليون شاهدوا بأعينهم ألاعيب ميليشيا الحوثي في اليمن، وشاهدوا تحايلهم وخداعهم في تسليم ميناء الحديدة، كما شاهدوا جرائمهم في سرقة المساعدات الإنسانية. وبات واضحا للرأي العام العالمي من يعمل ضد مصالح اليمن وشعبه ومن يعمل لأجله. والآن لا خيار أمام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية سوى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وإلا ستخسر كل شيء. ختاما أترككم مع كاريكاتير هذا اليوم.